ضمن استضافة المملكة للنسخة 45 من رالي داكار، أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات، والرالي الأعرق على وجه الأرض الذي تستضيفه المملكة بالكامل للعام الرابع توالياً. يصل المتنافسون إلى نقطتهم الثانية وهي محافظة العلا بعد انطلاقهم من مدينة ينبع. يمتد السباق على مدى 16 يوماً خلال الفترة من 31 من ديسمبر حتى 15 من يناير 2023. أولا أحب أرحب بكم معنا في مخيمنا في العلا، ورالي دكار حقيقة يعني كان هو حلم بالنسبة لنا لجميع المتابعين والمحبين للراليات في السنوات الماضية، إن يعني الواحد يشوفه يعني على الطبيعة، والحمد لله الحلم تحقق لنا يعني بصورة أفضل إنه جانا المملكة العربية السعودية. وقد واصل القطري ناصر العطية حامل اللقب بصدارة المرحلة الثانية في فئة السيارات التي انطلقت من ينبع إلى العلا بمسافة قدرها 589 كيلومترا. الانطلاقة كانت جدا ممتازة والحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني فزنا بالمرحلة، ولكن طبعا كانت جدا صعبة في نفس الوقت، يعني وصارت يعني مشاغل كثيرة لبعض السائقين، وخاصة التواير اللي يعني ما تحملت قساوة الأرض. هذا ويتنافس نخبة من السائقين والدراجين حول العالم في 6 فئات مختلفة لتسجيل أفضل زمن ضمن مسار يجوب صحراء المملكة من ينبع على شواطئ البحر الأحمر وصولا إلى الدمام على سواحل الخليج العربي. بعد تقريبا 200 كيلو تصدرت الرالي، ولكن قدر الله بعد تقريبا 240 كيلو صار عندي عطل ميكانيكي وصلحناه، ولكن في رالي داكار رالي جدا طويل تقدر تعوض، وأمس زي ما انت شايف كثير من السيارات جتها عطال ومشاكل. ويشارك في منافسات الرالي 455 مركبة بمختلف فئات السباق، منها 89 مركبة في سباق داكار كلاسيك، وبمسافة إجمالية تتخطى 8000 كيلومترا بمشاركة 820 سائقا وملاح يمثلون أكثر من 68 دولة مختلفة. للإخبارية راضي زيد، العلا.